اولى مساحاتنا فرح رح تكون المساحه الطبيه، ورح نحكي عن موضوع يمكن كثير من العالم تحكي مصطلح انه مثلا في خربطه هرمونات، فلهيك مزاجي اليوم مراي او معصبه او انا جسمي مخربط. فمشان هيك رح نعرف اليوم زينب، خلينا نقول بياخذوها حجه احيانا. اكيد اكيد، لا بربطوها بالنكد ومزاج المراه، بس اليوم رح نعرف بشكل علمي اكثر طبعا عن الهرمونات عند المراه اللي تعتبر اساس جسدها. اي خلل فيها بيؤدي لامراض عديده سواء نفسيه او حتى جسديه، وتعتبر اضطرابات الغده الدرقيه سواء من حيث القصور او فرط النشاط احد هالمشاكل عم تؤدي لعديد من المشاكل النسائيه عند المراهقات او حتى عند المتزوجات. لنعرف اكثر تفاصيل ومعلومات علميه عن هذا الموضوع اكيد معنا الدكتور هيثم عباسي، اخصائي امراض النساء وجراحتها واستاذ بجامعه دمشق. يسعد لي صباحا. صباح الورد والفل، صباح الفل للجميع المشاهدين. صباح الخير دكتور. مره ثانيه اليوم عم نحكي عن الغده الدرقيه، قبل ما نفوت بالتفاصيل سواء من خلل او غيره خلينا نعرف عن اهميه الغده الدرقيه بجسم المراه. هلا نحن اول شيء رح نحكي هيك بطريقه مبسطه حتى يكون حديثنا مفهوم للجميع. نحن في عندنا محور هرموني بالجسم، مشان ما نحكي على غده معينه نحكي على المحور بكامله، ومن ثم بنحكي على عمل الغدة. هالمحور أو هالطريق الهرموني الموجود بالجسم يبدأ من الدماغ، نعم، بالغدة النخامية والوطاء، ومن ثم ينزل إلى الغدة الدرقية، ومن ثم إلى الكظرين اللذين موجودين فوق الكليتين، ومن ثم إلى المبيضين، وعند الرجل إلى الخصيتين. هذا المحور من فوق لتحت له علاقة متبادلة بين الصعود والهبوط. أي اعتلال على أي مستوى يؤثر على النظام أو على هذا المحور من صعوده وهبوطه. نعم. لحنا اليوم رح نعمل هيك ضوء فوكسي أكثر شيء على الغدة الدرقية الموجودة هي كغدة على مقابل الحنجرة، لها فصين لا تتجاوز 3 سنتيمتر، نسيج غير قاسي، صلب لكنه غير قاسي يعني لا يعطي الشعور بالقساوة. له مهام كثيرة، هذا يعتمد الجسم بالعمل الغدة الدرقية على الاستقلاب الهرموني والفيزيولوجي بالجسم. يعني كل جسم عمليا له علاقة فيها. النقطة المهمة جدا لازم نعرفها احنا في هذا المحور، أينما وجدت أي غدة صماء، الغدة الصماء هي الغدة اللي بيكون لها تبادل هرموني بشكل ارتشاحي بالجسم، يعني مو بشكل وعائي. فالغدد الصماء مثل ما حكينا نبلش من البطاء النخامة وننزل لتحت، وين بصير في عطل فيهم؟ بصير تحت هذا المستوى كله معطوب. فنحن بس نعرف انه الغدة الدرقية هي موجودة في الرقبة، يعني فوق من الرأس بيجي النخامة والوطاء بيجي تحت منهم الغدة الدرقية. فأي عطب على مستوى الغدة الدرقية معناتها الجسم كلياته صار تحت مشكلة خلل استقلابية، خلال هرموني. طيب شو بنستفيد من القصة هاي؟ احنا لازم نميز اول شيء احنا نشاط الدرق وكسل الدرق. هو في اعراض معينة بتظهر يمكن طبعاً. ما الكل بيعرف انه في فرط نشاط الأعراض او رح نحكي الاعراض اللي بامكان الانسان العادي يشعر فيها، يعني ما رح ناخذ الاعراض التخصصية او السوبر تخصصية. يلا احنا في شغلة واحدة، وتكون في عنا فرط نشاط درق دائما معناتها شو بصير عنا؟ بصير عنا النشاط الجسم الاستقلابي والرياضي والفيزيائي يزداد. طبعا هذا يزداد ليس للفائده للمرض، لانه يعني يكون هو نشاط اكثر من الحدود الطبيعيه لهذا الجسم. فيتظاهر هذا بالشكل الفيزيولوجي زي ما اي انسان بنعرفه، تعرق الكفين، زياده قرع القلبي يعني دقات القلب تزيد، يمكن خساره الوزن كمان. شلون؟ خساره الوزن؟ لا هذا بعدين بنحكي فيها. هي الوزن بجوز يكون في خساره بجوز ما يكون، هي وين المشكله؟ يعني هي بتلعب دور بالوزن بتنزله، بس مو اذا في وارد غذائي كبير بجوز ما تنزله. تمام. بس هي بتلعب دور انه انسان بياكل كثير ووزنه ما بيزداد الكميه هي. بصير جحوظ بالعينين، بصير جحوظ بالعينين، تلاقي العيون هيك لحظه شوي من كثر النشاط هذا، بصير شد التصلب العضلات موجوده خلفهم. مثل القرع القلبي، زيادة الجستيرون يعني زيادة هرمونات تؤدي للعصبية في الجسم، يعني بصير ارتكاس الجسم كتير عالي، وبيخف فترة النوم كمان بحد ذاتها. هي كل ما يخف فترة النوم، نحن مثل ما حكينا أي هرمون اعتلاله بيؤدي لاعتلالات أخرى، يعني وقت أنا بخف النوم عندي أنا بلشت عندي عملية استقرار الجملة العصبية ينهار،
الانسان بصير أراق، بصير تعب، بصير ارتكاسه غير جيد، بصير عمله بالحياه غوارده العمل غير جيد. اذا كانت فتاه بصير عندها ارتدادات ارتكاسات غير صحيحه. هلا تاثيرها بقى الانثوي، وقت بيكون نحن عندنا خلينا نكمل الكسل هلا. الكسل وقت بيكون في عندي كسل بالغده الدرقيه هون كمان بتلعب دور كبير. هون بجوز مثل ما بهم الغالبيه بجوز يزداد الوزن، كمان بنحكي كمان زياده الوزن بتكون غير طرديه مع نسبه الغذاء، يعني اذا غذاء كثير كثير اكيد بيزداد هون وهون بيزداد، بس نحن وقت بيكون غذاء معتدل ووحده عندها كسل بصير عندها زياده بالوزن غير طرديه. بننتقل للخطوه الثانيه، بصير القرع القلبي عند دقات القلب اقل. بصير ساعات النشاط اليوميه اقل. بصير وهن عام. هلا بقى تاثير هذا وتاثير هذا الهرمون ان كان عالي ولا واطي على الجسم. نحن بشكل عام بشكل عام كل الهرمونات الموجوده هي مترابطه مع بعضها. يعني ما في هرمون بيشتغل لحاله. فنحن هو بيكون في عندنا مثلا فتاه او امراه او ما متزوجه غير متزوجه وعندها مثلا اعراض بالثديين. ضخامه مثلا، مو ضخامه كتليه يعني احتقان، عندها الم بالحلمه ما شابه ذلك، حكه الى اخره، فبجوز يكون عندها سر حليب. هلا هون بصير اخطاء كثيره من بعض الكوادر الطبيه، انه مثلا احنا اذا بدنا نتابع المريضه مثلا كثير بيقولوا مثلا خلينا نشوف اذا في سر حليب ولا سر حليب. طبعا سر الحليب هو عرض سريري حقيقي، لكن ليس مشعر حقيقي انه نحن نقعد نشوف اذا في حاله فيزيولوجيه ولا لا. نحن لا، يفضل ان نعاير الهرمونات. فهرمون الحليب له علاقه مباشره وطرديه مع هرمون الدرق. يعني نحن اذا وحده عم تشكو من سر حليب او عندها مشاكل بالثديين، اذا اعطيناها علاج لهالقصه هي بدون العوده للدرق غير صحيح، لانه بجوز يكون سر الحليب نخامي وليس درقي. تمام؟ فنحن هون بدنا نعرف اذا كان درقي فبنعالج الدرق، ما بنعالج النخامه. فبهذه الحاله يجب ان نعرف انه في كسل ولا ما في كسل. اذا في كسل بالدرق بده يرتفع عندي طردا هرمون شو؟ البرولاكتين الحليب. اما اذا ما في كسل بجوز ما يتاثر هالمحور هذا بالمره. الموضوع الثاني وقت بكون عندي انا ارتفاع هرمون الحليب وفي كسل عندي من محور الدرق، مباشره عندي اعتلال بيصير صاعد للنخامه اللي بياثر بدوره على شو؟ على هرمونات المبيضيه، فبتعتل الدوره الشهريه. والذي بدوره يؤدي الى العقم. فهمت شو؟ هلا ليش بقول وحده المرضع ما بصير عندها حمل اول اربع خمس اشهر فقط؟ الحليب بيحمي اربع خمس اشهر، مو بيحمي كل فتره الحمل، كل فتره الرضاع، اول اربع خمس اشهر، لانه بيكون مثبط محور النخامي المبيضي. يعني العلاقه بين المبيض والنخامه مشان يفهموها الناس علينا بتكون مو صحيحه صارت، فبصير شو بصير؟ بصير عندنا تثبيط لشو؟ العمل للاباضه. فمن هون ببلش تعتل الدوره الشهريه، مشان هيك بتقطع عند المرضعه بتنقطع فتره طويله الدوره الشهريه. وقت بيصير عندها استمرار بعد اربع خمس اشهر بتراجع هرمون الحليب وبتصير الغده تفرز حليب لانه على الارتكاس الفيزيولوجي الفيزيائي، يعني ارتكاس الارضاع، فبصير هون جنين هو يحرض على افراز الحليب وليس الهرمون، فبلش تتظاهر الدوره الشهريه عند المراه الحامل وبصير بلش ترجع الاباضه. ظهور الدوره الشهريه يعني انه ظهور شو؟ هرمون الاباضه. ظهور الهرمون الاباضه معناتها عندي المحور الاعلى من الدرقي بلش ينتظم. فمشان هيك نحن بنقدر نقول انه الدرق بحد ذاته هو مفتاح صمام امان بين النخامه وبين الجسم. فاي اعتلال فيه هذا المحور بيؤدي الى اعتلالات هرمونيه مبيضيه رحميه. نعم. هلا الخطوه الثانيه بتصير اعتلالات شو؟ استقلابيه. اذا عندي انا عمليه كسل او فرط نشاط على المستوى الدرقي، فانا هون الي عمليه عم تلعب مباشره على موضوع الاستقلابي التبادلي الموجود في الجسم للحرق الشحوم او استهلاكها او زيادتها او نقصانها، اللي قد بيؤدي بدوره بحال بهالحاله هي بصير الوارد الغذائي ما هو المشعر الحقيقي. مشان هيك بتلاقي فتيات كثير للاسف الشديد ما بين متعدد كيسات او ما شابه ذلك بيعملوا حميات حارقه، يعني مثلا بتلاقي لك انا مثلا عند اكل بالنهار نهار عند اكل وجبه واحده مثلا وما عند اكل غير خضره ما بينزل وزنه. ليش؟ لانه المحور عندي انا غير مضبوط. فهون انا بدي ارجع رد حلل شوف الدرق، وتشوف الدرق انا بكفي اني اشوف هرمون الدرق. نحن للاسف الشديد في عن يكون احيانا الكوادر الطبيه بتحلل المحور بشكل فردي.
يعني مثلا ما حللنا اليوم الدرق، بكره نحلل مثلا جارات الدرق، بعد بكره نحلل ما بصير. احنا تكون في عندنا مشكله لازم نحلل المحور الهرموني بكامله. نعم. فلحنا بدنا نشوف احنا للاسف الشديد هون المشكله الشديده الكبيره كمان كثير في من الناس من الكادر الطبي بتكمش الورقه بتشوفها لا ما فيك شيء للانسان هذا، هي احنا 90% هرمونات بتكون في محور القيم الطبيعيه، في محور القيم الطبيعيه، لكن في عندنا انقلاب بالصيغ، يعني نحن مثلا انقلاب صيغه ال H على FSH، عندنا انقلاب المحور AMH، عندنا تراجع بالاستديو، فهذا انقلاب الصيغ هي كلها في الحدود الطبيعيه، بس انقلاب المحور يعني بدك تعرفي الطريقه الرياضيه تدرسيهم فيها وبتعطيك شو تظاهر الاضطراب المحوري الحقيقي اللي ادى لاضطراب الاستقلابي. مشان هيك الفتاه نحن وقت تجينا ان كان عندها مبيض تحت كيسات او ضياع دوره او سر حليب او زياده وزن، وقت ندرس المحور وبنعطيها الحميه الغذائيه البسيطه ما نقاسي بسيطه وبنعطيها شيء يظبط عندي المحور الهرموني، بتلاقي وزنها بلش ينتظم. يعني مثلا انا كثير مرضى بيجوني بيقول اذا انت بتاكلي كيلو بالنهار لازم تاكلي 10 كيلو، بس شو تاكل؟ نعم. يعني نفس المواد اللي بتاكلها نحن بناكلها بطريقه ثانيه، إذا منتظم المحور لحالها بتلاقي إلها بلش وزنها ينتظم وحياتها بتفرق وابتسامتها بتفرق وجلدها بيفرق. لا تنسي في شغلة واحدة، يعني للأسف شيء كثير في شغلات نحن عندنا، إذا نحن مثبط المحور الدرقي المبيضي النخامي بيظهر عندنا حبوب العبد الشبابي، بيظهر عندي بثور على الجلد، غير هذا بتتحمم الصبح البنت بعد ساعتين بزيت شعرها، هذا كلياته شو هذا؟ اضطراب هرموني. فنحن وقت ما نظبط المحور الهرموني هي مو بس ارتاحت بالوزن او ارتاحت بالدوره، بلشت ترتاح بكل حياتها، يعني ما انا مضطر اعطي البنت حتى نفسيا تام. دكتور بيأثر نفسيا طبعاً. كمان ما انت في شغله وقت وحده عندها ارق ليلي وعندها ارق نفسي من وزنها وعندها ارق نفسي من تسرع القلب او بطء القلب، شلون بده يكون ارتكاسها بحياتها معها في الحياه؟ طب سؤال، هلا الحاله النفسيه ممكن تنعكس على عمل الغده الدرقيه، مثلا اذا كانت في فتره حاله نفسيه سيئه موصله للاكتئاب عند بعض النساء، ممكن تاثر على عمل الغده الدرقيه الحاله النفسيه؟ هلا نحن الحاله النفسيه الشده النفسيه الشدات النفسيه بتاثر على اعضاء الغدد الصمي، الشدات النفسيه الشدات. يعني بده يكون في شده عصبيه هائله، بجوز يعني مثلا بقول لك مثلا واحد والله عصب وزعل صار معه سكري، هو لا هو مؤهب للسكري، لكن الشده اللي اجته ظهرت المرض عنده. فهي وقت تكون عنده مشكله اساس درقيه ومخفيه، وقت تجي الشده عصبيه او شده نفسيه او جوع شديد او رياضه قاسيه ممكن تعطيها الاعراض هذه. إذا بدنا نحكي دكتور عن تأثيرها على الإنجاب سواء القصور أو حتى فرط النشاط، لأي درجة هي ممكن تسبب عقم دائم إذا بدنا نقول، وإذا ما بتسبب عقم دائم رحلة العلاج ممكن تكون طويلة أو كيف؟ نحن بشكل عام المحور الهرموني علاجاته ليس قصيرة، يعني نحن كثير من الأطباء أو من الكوادر الطبية تعطي علاجات شهر واثنين وثلاثة، هذا غير كافي. نحن المحور الهرموني هو محور متردد، يعني بده يكون بشكل منتظم دوري لحتى تقدر تحققي، يعني انت لتحققي حمل او تحققي خصوبه لازم تحققي دوره منتظمه لاكثر من طور لحتى تنتظم عندك البطانه الرحميه وتنتظم عندك القدره المبيضيه. هلا فرط النشاط او كسل الدرق له علاقه كثير حكيت من قبل شوي مع محاور الهرمونيه كلياتها، يعني انا ما بيصير عندي محور يتنشط محور الاباضه اذا كان في عندي انا محور الهرمون الحليب عالي، وما بيصير عندي يستقر وضع الرحم اذا كان عندي فرط نشاط عضلي بسبب فرط نشاط الدرق. فهون بدي يصير عندي انا المعالجه تتم بعلاج الدرقي. طبعا العلاج الدرقي يتم بعده مراحل، المرحله الاولى تشخيص الحاله الدرقيه، المرحله الثانيه تصوير الغده الدرقيه، المرحله الثالثه اذا كان في نشاط مشبوه بالغده الدرقيه بصير عندنا التصوير المشع لنشوف قديش كميه النشاط او في هناك كتل صماء قاسيه بارده حاميه، هذه كلها لها علاقه. بعدين وقت ما نظبط نحن الدرق ونبلش نظبط المحور الهرموني يجب ان يكون الفحص الدرقي اقلها بين 4 إلى 6 أشهر بشكل دوري التحليل. يعني مو نحن اخذنا دواء وخلص، لا كل 4 أشهر أو 6 أشهر بدنا تعمل تحليل، مشان هيك وعلاجها فترات طويله بجوز تستمر مدى الحياه.
بهالطريقة. نعم. طب يمكن نصائح بتحب أنت كطبيب اليوم تقدمها لكل النساء بما يخص بعض الأعراض اللي ممكن يتغاضوا عنها، ممكن تأثر سلبا على حياتهم من خلال خربطة الهرمونات اللي هي شائعة جدا هلأ. عم نشوف كل البنات عندهم خربطة بالهرمونات بس ما بيعرفوا السبب مثل ما قلت، فشو بتنصحهم اليوم؟ هلأ أول شيء نحن هلأ في هجمة لتنزيل الوزن بشكل عام. حميات بتأثر؟ حميات طبعا، حميات الغذائية الغير المدروسة كثير بتلعب دور. فنعرف إحنا في وصفات شعبية أو وصفات طبية بس صارت شعبية بشكل شعبي. يعني مثلا نحن ما فينا نعتمد غذاء مثلا نبات اليخنة مثلا، إنه مثلا لمدة 15 أو 20 يوم مثل ما بيعملوا كثير من الفتيات بيأكلوه لوحده بصير قصور درق بهالحبة، صبت الدرق. أوه. أنت شلون؟ مثلا نعتمد النباتات البحرية كثير كمان شائعة هلا بالطب البديل وكذا إلى آخره، اعتمدوا النباتات البحرية بروتينها عالي كذا إلى آخره. طيب نحن شعوب أهل المنطقة هاي ما بيصير ندخل نسبة اليود عالية على جسمنا، ودخلنا نسبة اليود عالية أثرنا لمشاكل درقية. يعني نحن في شغلة خير الأمور هي اعتدالها أوسطها. أنت شلون؟ فللأسف الشديد الحميات الغذائية اللي عم تكون كثير تأثيرات. هالموضوع الثاني هو كمان المواد المنكهة للغذاء أو الجانك فود يعني أو الفاست فود هذا. تمام. كمان هذا يعتمد على بهارات وكذا كثير عالية نسب تركيزها حتى غير مدروسة علميا، فبجوز تكون لها تأثيرات كبدية. هالتأثيرات الكبدية الكظرية، كبدية كظرية يعني الكظرين والكبد بجوز تأثر فيها فيؤثر مباشرة عندي على النخامة والدرق. فمشان هيك أي إنسان هل بيساوي حميات غذائية يساويها بشكل معتدل من اكلنا الطبيعي الموجود ببلدنا اللي متعلمين عليه، يعني ما نعمل مثلا الرز الصيني وما بعرف شو، هذا كله غير صحيح. هذا واحد. اثنين، الاعتلالات الدوريه الشهريه، يعني اي فتاه في الكون عندها مقياسين هن بحياتها، انتظام الدوره وجلدها. بس صار في اعتلال بالمظهر الجلدي لجسمها لانه مرايه الجسم من الداخل يعني الجلد. ترهل قصدك دكتور؟ لا الحبوب أو البسور تلونات تصبغات والدوره الشهريه، هدول مش علينا يعني الله اعطاها اياهم، صار فيهم مشكله تراجع طبيب مباشره. يعني ما تتاخر، يعني ما تقول والله انا ما براجع لا اتجوز، يعني مجتمعنا جوزه البنت ما بصير تراجع طبيب او ما براجع لحتى تصير بدي اجيب اولاد. اي يعني هذا غلط هذا الشيء، لانه انت كل ما المشكله عم يصير فيها كومبليكيشن، يعني كل ما عم يصير فيها اختلاطات اكثر، والاختلاطات هي بجوز العوده عنها فتره اطول كمان بالطريقه هي. تمام. كل الشكر لك دكتور لكل المعلومات اللي قدمت لنا. الله يعطيكم العافيه. شكرا لكم، اهلا وسهلا.